السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة روائع الوصفات، أهلا وسهلا فيكم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله راح نعمل ممبار كتير طيب وسهل إن شاء الله وسريع، وراح يعجبكم كتير هاي الطريقة. صورت لكم كيف غسلت الممبار، بس كأنه كانت ما تصور الكاميرا. جبت المصارين وغسلتهم مظبوط من برا ومن جوا، وحطيت بوزهم بالمصورة ونزلت مية عشان من جوا كمان ينضفوا، بالسكينة قحطهم ونقعتهم بطحين وبلمون وبخل. بعد ما نقعتهم تقريبا ربع ساعة غسلتهم مرة تانية. بدنا نبلش إن شاء الله نعمل تتبيلة الرز. حطيت كركم معلقة وزنجبيل تقريبا نص معلقة، وفلفل أسود نص معلقة حسب كمية الموجودة عندك والرز اللي بدك تحطيه، معلقة بهار مشكل والملح حسب الرغبة، وحطيت جوز الطيب تقريبا عطرف المعلقة أو ربع معلقة تقريبا صغيرة، وحبة بصلة متوسطة قطعتها صغير وحطيتها. بدي أجيب 4-5 دروس توم وأدقهم أحطهم عليه. الحمص هذا منقوع ومسلوق محطوط عندي بالفريزر، طلعته وحطيته. التوم بدنا ندقه ونحطه على الخليط. التوم كتير زاكي في هاي الأكلة، إذا حبيت تكتري أكتر من هيك برضو ما في مشكلة. بدي أجيب الرز اللي نقعاه وغسلاه وأحطه على هاي الخلطة وحركه مظبوط لحديت ما ينخلط معنا منيح، ونحط زيت زيتون تقريبا قد 3-4 معالق عشان الرز يستوي معنا منيح. ما بنكتر زيت أو لأنه الأكلة هاي دسمة، فما بحب إن نحط سمنة أو نحط أشياء دسمة معنا، فزيت زيتون بكفي إن شاء الله ومش كتير، 3-4 معالق أكتر إشي. بنجيب الممبار وبدنا نحشيه، بس تتأكدوا من غسيله مظبوط. إن شاء الله بعملكم فيديو تاني للغسيل، لأنه زي ما حكيت لكم انقطع من عندي الوصفة وما حبيت إني ما أصور لكم إياها. زي ما أنتم شايفين المصارين تعون الممبار بيكونوا إعراض، مش زي مصارين الغنم، هدول تعون عجل وحشيهم بيكون كتير أسهل، وبتقطعي الحجم اللي بدك إياه. يعني هو بيجي المصران طويل وانت بتقطعي قد ما بدك الحجم. حشيته زي ما انتو شايفين، وكنت سالقة راس، في عندي راس من خروف كسرته وشعوطته على النار وسلقته بالهيل وبالقرفة بورق الغار ونتفت ملح، خليته لحديت ما يستوي. لازم ينحطوا المنبار على مي سخنة، فهاي المرقة اجت يعني منيحة للمنبار. حطيته وخليته يغلي مظبوط لحديت ما استوى، وقمته خليته يتصافى عشان بدي أقلي. ممكن تاكلوه هيك من دون قلي وممكن تقلوه، في ناس بتحبوا هيك وفي ناس بتحبوا هيك، عادي ما في أي مشكلة. حطيت بالصينية زيت ما كترت، لأني بس بدي أشوحه يعني أعطيه لون خفيف زي ما أنتوا شايفين، ما بدي أقلي يعني قلي مظبوط، بس إنه لون ذهبي هيك بيعطي منظر حلو للمنبار. بعد ما خلصنا المنبار عملت دقة وفتة، جبت 3 رغفة قطعت مربعات وقليتهم بالزيت وعملت لهم دقة اللي هي ملح وليمون وطحينة ونتفت لبن، خلطتهم مع بعض ودرتهم على الخبز المقحمش. وهيك وصفتنا خلصت، إن شاء الله بتعجبكم ويعطيكم ألف عافية.